أخوتي وأخواتي في عالم الزراعة والنباتات المنزلية، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات. اليوم حديثنا حول واحد من أجمل النباتات، واحد من النباتات العطرية فائقة الجمال اللي كل بيت المفروض تكون موجودة به. هذا النبات يتسمى الجاردينيا. الجاردينيا لها عشاق، واليوم راح نتحدث عن أسرار زراعة الجاردينيا بالحديقة المنزلية، وراح نعطيكم الخلطات والوصفات اللي تخليها تصير بهذا الارتفاع اكثر من مترين، واللي مثل ما تشوفون تزهيرها يكون كثيف جدا. اخوان الاعزاء، هاي الشتلة اللي امامكم هي مزروعة عندي بالحديقة المنزلية بارتفاع اكثر من مترين، والتزهير كثيف جدا جدا. راح اعطيكم طريقة زراعتها حسب المعلومات وحسب التجربة، وان شاء الله تكون معلومات مفيدة جدا. طبعا اليوم تاريخ التصوير هو 26/4/2023. اخوان الاعزاء، ابتداء الجاردينيا واحدة من النباتات اللي تريد تربة حامضية. النباتات تربة حامضية مثل نفس يعني الحمضيات، وكذلك الياسمين والرمان وغيرها من النباتات اللي تحتاج تربة حامضية. لذلك اهم شيء التربة تكون تميل الى الحامضية. الملاحظة الثانية انه تحتاج منطقة انارة قوية بدون شمس مباشرة، بالاخص في بدايات الزراعة، بعدين عادي انه تمر عليها شمس. مثل ما تشوفون هنا انا زارعها قريب على اشجار، هنا اشجار اللوز، هنا اشجار اللوز الهندي، وهنا أنا قريب عليها ايضا ازهار. هاي هنا شوفوا امامكم، هاي شجرة المورينجا، هاي ازهارها. لذلك تقريبا موفرة قسم من الظل لهذا النبات اللي موجود هنا. اخوان الاعزاء، اذا النبات يحتاج انارة قوية، شمس مباشرة، شمس الصباح وشمس العصر، التربة حامضية، يحتاج الى تربة جيدة التصريف غنية بالسماد العضوي، لذلك تحتاج تسميد في الشتاء بكميات جيدة جدا. مثل ما تشوفون يتم تسميدها بشكل جيد جدا. الملاحظة المهمة ايضا انه الجاردينيا اخواني الاعزاء دائما ما يصير بها نقص عنصر الحديد، لذلك يتم التسميد بشيلات الحديد. هاي واحدة من اسرار الجاردينيا، دائما يصير بها نقص عنصر الحديد فتحتاج الى التسميد بشيلات الحديد. الملاحظة المهمة انه ممكن انه اذا انت التربة مالتك قاعدية، ممكن انه نستخدم الخل لتحسين نوع التربة من خلال السقي بالخل، كل انواع الخل، ملعقة خل مع لتر ماء، وراح تكون النتيجة ممتازة جدا جدا. شوف اخوان الاعزاء، شوف الجمال وكثافة التزهير، يعني طريقة تحويل التربة القاعدية الى تربة حامضية هي باستخدام الخل، ملعقة خل مع لتر ماء وسقي النباتات. اكو ملاحظة مهمة جدا جدا، هي ايضا لتحسين مواصفات التربة، لانه الجاردينيا ما تحب تربة يعني بها املاح كثيرة. لذلك اذا كانت التربة عندك بها املاح كثيرة، الافضل انه استخدام الهيوميك اسيد لتحسين مواصفات التربة. هاي اهم العوامل المهمة بالتسميد ما يتعلق بالتربة. الان نأتي الى التسميد على مدار السنة. شنو النبات يحتاج باقي اوقات السنة؟ نبات الجاردينيا يحتاج سماد الداب، اللي هو سماد عالي الفسفور، كل 3 أشهر، وكذلك يحتاج سماد NPK متعادل كل 15 يوم إلى 21 يوم. وهذا السماد ممكن يتحول مرة إلى من سماد متعادل، ومرة أخرى إلى سماد مدعم بالعناصر الصغرى. شوف اخوان الاعزاء، شوفوا كثافة التزهير يعني بهذا الوقت نتيجة الاهتمام بالنبات. يعني بصراحة الشتلات، هاي الشتلة اللي امامكم
تحول لكتلة من الأزهار. وطبعا التزهير ليس فقط بالربيع، احنا صحيح الآن بداية الربيع، لكن التزهير إن شاء الله أشوفكم إياه حتى في منتصف الصيف، لكن بشكل متقطع ومو بكميات تزهير بما مثل ما شفتوا. الملاحظات المهمة جدا ما تتعلق بالري، الجاردينيا تحب تربة رطبة لكن مو إغراق، يعني ما تحب إنه تغرقها بالمي وبعدين تصير إصابات فطرية. لذلك أنا أفضل إنه نزرع مثل على سبيل المثال هاي المنطقة تكون مرتفعة اللي تزرع بها الجاردينيا، وبعدين هنا المنطقة القريبة تصير أنصى من عدها، حتى أي مياه زائدة تنبزل تكون تروح إلى المنطقة القريبة. إخوان الأعزاء، الآن نأتي على أنواع الجاردينيا والسر اللي كثير من الناس عندهم الجاردينيا لكن ما تزهر. إخوان الأعزاء، الجاردينيا أفضل نوع اللي عندنا متوفر بالعراق واللي ناجح على سبيل المثال ويتحمل درجات الحرارة، وهاي أمامكم هو الجاردينيا الأصل حشري والطعم هولندي. الأصل يتحمل أقصى الظروف الجوية والطعم يكون تزهيره كثيف والأزهار كبيرة بهذا الشكل الجميل. شوف إخوان الأعزاء، أزهار كبيرة بهذا الشكل الجميل، هذا أفضل أنواع الجاردينيا، يعني الأصل حشري والطعم هولندي. إخوان الأعزاء، كثير من الإخوان دائما يسأل يقول الأزهار تتساقط. إخوان الأزهار تتساقط لأنه لازم الجاردينيا ما تظل ترش بيها ليل ونهار من أجل أنه تكون زاهية، تركها رش بسيط، تحب رطوبة لكن ما تحب يعني كثرة الرش، لأنه تحول هاي الجنابد تتحول اللون الأسود وتبدأ تتساقط. إخوان الأعزاء، هاي أفضل الملاحظات حول الجاردينيا قلناها لكم، هي أنه يجب أنه تكون مطعمة، وتوجد أنواع طبعا ظلية، ممكن إنارة قوية بدون شمس مباشرة موجودة مستوردة هولندية وإيطالية موجودة بالأسواق، ممكن اعتبارها كنباتات ظلية داخلية، لكن يجب الاهتمام بها وتوفير الإنارة إلها القوية بدون شمس مباشرة. إخوان الأعزاء، هاي أبرز الملاحظات الخاصة بالجاردينيا. بالختام نستودعكم الله وفي أمان الله، كان معكم أبو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات المنزلية، في أمان الله.